تتخلص بعد عمل جيد حقيقة. حلوة التمريرة البينية، انقاذ رائع للتسديدة. ركنية تلعب من ميسي، تشتيت سيء والخطورة مستمرة. كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة والتصدي في منتهى الروعة. تمريرة نيمار لا تصل، فرصة خطيرة جدا كانت، التعادل كان قريب جدا، لكن حارس المرمى برأي آخر، بروح أخرى، بإصرار آخر، ما زالت المباراة في الملعب. هذه اللحظة ممكن استغلالها هجوميا بشكل جيد. الكرة بتضيع من جانب انترناشونال. جورج بيست، نقل بكل سلاسة، تصويبة من بيست، يتألق الحارس ويتصدى. انترناشونال يحصل على ضربة ركنية، كرة زاوية إلى العمق. أوهو، المدافع يمنع كرة في اللحظة الأخيرة. تلعب الكرة خطيرة من جانب سون. سامي الجابر، لن يهدأ لهم حال، لن يهدأ لهم بال حتى يعودوا. التعادل يأتي في هذه اللحظات. ريناتو سانشيز، هاري كين، تصويبة في مكان، والكرة خارج الملعب إلى ضربة زاوية. يدخل فيها إلى عمق الملعب. كاكا، نيمار، وفرصة هدف الآن، وفي المرمى.